حركة حماس تواعدت بالرد، كيف ممكن أن يكون الرد؟ بالتأكيد هو رد يعني ميداني عسكري على هذا الاغتيال بلا شك. ما يجري في غزة هو يعني مقاومة بطلة تتصدى، لكن الوعد اليوم أخي الحبيب هو والأمل من الضفة الغربية التي حقيقة بدأت تتصاعد فيها الأعمال، أعمال المقاومة، الأعمال القتالية، حتى العدو الصهيوني بات يخشى دخول يعني أحيائها لما يلقاه من تفجيرات تفنده خسائر فادحة، وهذا يعني جديد في الضفة الغربية موضوع المتفجرات، رغم أن هناك عمليات مقاومة سواء في الطعن أو الدهس أو عمليات الذئاب المنفردة اغتيال وما إلى هنالك، لكن اليوم الضفة على مفترق، الضفة اليوم تشتعل من جديد، الضفة خزان مقاومة تنفجر إن شاء الله توجه الاحتلال. وأقول لك أن الرد إن شاء الله قادم من الضفة ومن غزة أيضا.